خليني اقول لحضراتكم انه بجد ما كانش حد يصدق ان مدينه العلمين اللي كان فيها الغام من حقبه الحرب العالميه الثانيه تبقى النهارده في غضون، يعني بنتكلم سنوات قليله جدا جدا، مدينه عالميه غيرت مفهوم الاستثمار السياحي في الشرق الاوسط، وهي من مدن الجيل الرابع في مصر. الدولة قدرت أن هي تحول العلمين لمدينة فيها حياة، كمان أبراج العلمين الجديدة بتعتبر من المشاريع العقارية الكبيرة في مصر، وتم بنائها بأحدث المعايير الدولية في البناء. تتميز المنطقة طبعا بوجود ناطحات سحاب، ده بيميزها عن كتير جدا من المناطق التانية. مدينة العلمين والساحل الشمالي حاليا بيعدوا من الوجهات السياحية المتميزة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. طبعا ده بسبب ما تتمتع به من إطلالة مميزة على البحر المتوسط ومياه وجو طبعا رائعين بيجذبوا السياحة من مختلف أنحاء العالم، خاصة السياحة العربية والخليجية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن السياحة في العالمين ونسب الإشغال في الفنادق عاملة إزاي. هنروح لفاطمة خليل اللي هتعمل لنا لقاء مع منة سمير مدير العلاقات العامة بفندق ريكسوس بريميوم العالمي في أبراج العالمين. إليك يا فاطمة. مساء الخير عليك يا فسنت مرة أخرى وعلى السادة المشاهدين. وطبعا ما ينفعش نكون في مدينة العالمين الجديدة من غير ما نتكلم عن فندق ريكسوس بريميوم العالمي، وأكيد هيكون معانا مشرفنا منة سمير مدير العلاقات العامة بفندق ريكسوس بريميوم العالمي، وهي من أول العاملين منذ 3 سنوات في الفندق. مساء الخير يا منة. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك في العالمين. بما أنك أنت من أول العاملين داخل مدينة العالمين وأيضا داخل فندق ريكسوس بريميوم، عايزين نتكلم إيه اللي اتغير من 3 سنين لحد دلوقتي في مدينة العالمين الجديدة؟ هي مدينة العالمين كلها حصل فيها تغيير كامل في خلال 3 سنين اللي فاتوا دول. الأول كان عندنا نسبة الإشغال بتبقى حوالي 20% 30%، احنا النهاردة فولي بوكد، أنا ما عنديش جيست أدخله أصلا الأوتيل. في الأول كنا في الأول إدارة ريجال هايتس، بعد كده بقى لنا 2 شهر فقط بس اللي تحولنا لإدارة ريكسوس، وريكسوس طبعا براند معروف وتشين في كل الدول العربية كلها، فكل الجست بيجي لنا من الخليج، من الكويت، من الإمارات، من دبي، راشن عشان براند ريكسوس. فدلوقتي نسبة الإشغالات زادت عندنا من ساعة ما تحول إلى ريكسوس بريميوم عالمين. عايز اعرف نسبه الاشغالات دلوقتي كام في المية في الـ في الـ في الفندق؟ في الفندق احنا اوفر 100%. لا احنا معديين ال 100%. هل ده طول ايام السنه ولا بس عشان فتره الصيف؟ احنا فتره الصيف طبعا ده الهاي سيزون بتاعنا، فبيبقى الاكوبنس بتاعنا دايما بيبقى زايد في شهر 6 و7 و8، بعد كده 9 بتبقى برضو النسبه عندنا عاليه شويه بس مش زي 6 و7 و8. بعد كده بيدخل معانا فصل الشتاء، فصل الشتاء بتبقى الدنيا الاكوبنس بتاعها اهدى شويه، بس اوريدي احنا معانا كوربريت كتير، معانا شركات كتير قوي متعاقده معانا بره مصر وجوه مصر، وخصوصا بعد ما تحول لريكسوس، فاحنا اوريدي هنشتغل طول السنه. عايز اعرف عدد الغرف اللي موجوده داخل ريكسوس قد ايه؟ داخل ريكسوس احنا عندنا 6 تاورز او 6 ابراج، برج 1 و2 و3 ده فور رومز، غرف فقط، غرف فندقيه. 4 و5 و6 هيبقى شقق فندقيه، تمام. التوتال اليونتس كلها 1350. طيب عايزه اعرف في الفتره الاخيره مين النجوم؟ انا عارفه ان في نجوم كتير جدا بتحب انها تنزل عندكم في فندق ريكسوس بريميوم بالذات، عايزه اعرف مين النجوم واهم النجوم اللي دايما بيكونوا معاكم في الفندق؟ يعني دايما اكتر واحد فنان يعني بيحب يجي هنا الفنان محمد منير. يعني هو ده 3 سنة يجي فيه معانا، وكان لسه الاسبوع اللي فات كان معانا وكان عامل حفلته في المارينا بتاعت الارينا بتاعت الارينا الجديده، افتتحنا بيه المهرجان طبعا الكينج محمد منير. اول حفله عملت لمحمد منير، هو اصلا من اكبر الناس المعجبين بالريجال هايس لما كان، وكمان لما بقينا ريكسوس بريميوم عالمين كان اول اختيار ليه هو اللي يجي برده في ريكسوس بريميوم عالمين. ما بينك كده ايه اللي بيميز فندق ريكسوس بريميوم العالمي عن اي فندق تاني؟ السيرفيس طبعا، السيرفيس ريكسوس معروفه بالسيرفيس، معروفه بالكواليتي بتاعت الفود بتاعتهم عاليه، الستاف بتاعهم بيبقى مش بيختار اي ستاف، من بيبقى لازم معاه اكسبيرينس، بيعمل تريننج كتير للستاف، فده اكتر حاجه بتميز
عايز ريكسوس عن اي فرع تاني اوتيل. وغير كده كمان ان ريكسوس براند، فالستاندر بتاعه موجود في اي برانش، كل واحد ستاندر واحد. جست ريكسوس عارف ان هيدخل ريكسوس بريميوم على مين، زي ريكسوس شرم الشيخ، زي ريكسوس سجاد، زي ريكسوس مجاويش. كل السيرفيس اللي بتتقدم في اوتيل ريكسوس هي بتتقدم في كل الاوتيلات التانيه؟ في كل اوتيل ريكسوس يعني نفس البرانش، يعني لو ريكسوس في شرم الشيخ نفس السيرفيس اللي موجوده في ريكسوس شرم الشيخ زي موجوده في ريكسوس العالمين، زي موجوده في بالظبط ريكسوس بريميوم العالمين. هي ستاندر واحد ريكسوس معروف بيه، السيرفيس عندهم، الكواليتي، الانيميشن، الاكتيفيتي، ان كل يوم في بروجرام جديد. برضو ريكسوس متميز من كل يوم بروجرام جديد. هل بتبقوا حريصين ان انتوا تقدموا الجديد كل فتره في الفندق؟ طبعا، يعني كل اداره ريكسوس نفسها هي يعني تشتغل على تطور في كل لحظه، يعني كل لحظه بينزل لنا بروجرام، كل لحظه بينزل لنا تريننج، كل لحظه النهارده مش زي بكره مش زي بعده، بس كل الستاف في كل فرع بياخد نفس التريننج، نفس السيرفيس، الجست بياخد مور كير عن اي عن بمناسبه الجست والمور كير لاي جست. ايه بقى ايه اللي بيحظى بيه اي جست يجي عندكم في الفندق؟ دايما كنت اقول ان ريكسوس اللي هو اللي الجست نفسه فيه بيحققه. زي ايه؟ زي مثلا محتاج سيرفيس على البيت يبقى تلاقي السيرفيس موجود على البيت، محتاج مور اكتيفيتي يعمل له مور اكتيفيتي بروجرام جديده، محتاج للكيدز عنده اطفال، محتاج سبيشال ريكويست لاي كيدز بيتعمل له السبيشال ريكويست. اي جست بيطلب اي حاجه سبيشال جست ريكسوس بيتعمل على طول. ريكسوس بتهتم بالديتيلز، ما تسيبش اي جست يطلع من غير ما يكون ساتيسفايد معاه. عايز اعرف بقى، بما انك انت مقيمه بقالك من 3 سنين لحد دلوقتي في مدينه العالمين الجديده، واكيد شفتي النسخه الاولى من مهرجان العالمين، ايه رايك في النسخه الثانيه وايه اللي اختلف من المهرجان في نسخته الثانيه عن الاولى؟ لا، نسخته الاولى طبعا هو كان معمول متنظم حلو جدا، كان المهرجان عالمي الصراحه، كان فيه حوالي 75 فنان، وكمان في اخر يوم في اخر ساعه من المهرجان زاد عدد الفنانين وصلنا ل 90 فنان. السنه اللي فاتت كان موجودين معانا في الاوتيل هنا كل الفنانين كانوا معانا. الحمد لله كانت يعني كان يوم حلو وعدينا بيه. السنه دي اتمنى ان يبقى احسن من السنه اللي فاتت، يكون منظم اكتر، يكون الفنانين مبسوطين اكتر معايا، منظم اكتر وفي فعاليات اكتر بكتير أكتر. يعني اتمنى ذلك، عشان السنه اللي فاتت يعني كانت عدينا مرحله حلوه فيها، فاتمنى السنه دي تبقى احسن كمان ان شاء الله. طبعا نتمنى كل التوفيق لاداره المهرجان، والمهرجان فعلا بادئ ان هو فعالياته مختلفه ومتطوره وفي مفاجآت كتير. بتمنى لك كل خير، مش يعني بتشكرك جدا ومرسي جدا على وجودك معانا. منى سمير بشكركم جدا على اللقاء الجميل دوت، وده شرف ليا اللي طلعت في القناه الاولى معاكم، واكيد هيتكرر اللقاء تاني وتالت وتالت. اكيد بنشكرك، شكرا جزيلا منى سمير مديره العلاقات العامه بفندق ريكسوس بريميوم، شكرا جزيلا لحضراتكم كمان، ولسه مستمرة معاكم لحظة بلحظة. شكرا ليك يا فاطمة، والشكر موصول لأكيد ضيفتك الكريمة.